السلام عليكم. النهاردة هنعمل درس ان شاء الله بتاع الستوتر. هنعمل فيه فلات ارت. هنبدأ ان شاء الله، نبدأ بنيو كده، نخليه ليتر. طبعا الستوتر احلى حاجة فيه انه فيه تمبلات كتير لدرجة انه توصل ل720 وكده، فانا اخترت الليتر عشان تبقى في الحجم اللي هو زي بوستر كده يعني، اهو زي ما انتوا شايفين تطلع وتنزل كده بالبليه، تضغط الت تزوم، تتحرك يمين وشمال بالكتل والبليه. النهارده هنرسم شخصيه. انا امبارح رسمت باتمان، فالنهارده عايز اجرب ان احنا نرسم شخصيه تانية. مثلا يبدا مثلا شخصيه، مش عارف، جرين لانترين. ده شخصية حلوة كده يعني، اهو يبدأ. تمام، انت بتعمل زي ماسك يعني، انت عندك الاستخدامات كلها بين تول، مش زي الفوتوشوب فيه بقى لايرات والكلام ده، كلها باسس اهي. اول باس انا عملته. تمام، نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. كنترول وار عشان تطلع المحددات دي اللي هي المسطرة. تمام، لو عايز تعمل حاجة دقيقة جدا يعني. تمام، تمام. نعمل الماسك، خليه بشرة FAB070. ده الماسك، ده اللون بتاع الكود بتاع البشرة، في تدرجات البشرة كلها. طيب هنمسح الحاجات دي، هو معانا الحتة ديت كده، هنكبرها بس سنة. انا عارف، ايوه كده، طب فوق. طبعا انت بتشتغل جنب واحد وتقلب وتعمل كوبي يعني. هنشوف دلوقتي، هتضغط كنترول وسي، كنترول وفي. تمام، معاك الناحية التانية عشان تقلبها تحطها قصاد دي، تضغط كليك يمين هنا، ترانسفورم ريفلكت، تأكد ان هي فيرتيكال 90 درجة. اوكي، زي ما انتوا شايفين اهو، احنا بس نصغر سنة، نقلل الجنبين كده. اكد ان شغلك يبقى دقيق يعني. تمام، احنا كده عملنا الوش، فاضل بقى ايه. طبعا انت لو اتزنقت مثلا في حاجة، كل اللي عليك تفتح هنا كده جوجل، ها، جرين لانترن فيس. انا شكلي كده يبقى غلط بس يعني. هاي الشخصية ممكن كده بس تاخد فكرة عنها، مثلا تقسيمة القناع بتاعه بس كده. شكرا، يبقى هو نازل على حتة على مناخيره. تمام اهو، احنا بس اول حاجة نعمل شعره. طب الاول الشعر بيبدأ مثلا من هنا كده، طبعا الموضوع يبقى سهل اللي بيعرفوا يستخدموا البين تول. كان بيستخدموش البين تول هيضطر ان هما يتابعوا بقى دروس وفيديوهات كتير علشان يتقنوها يعني. لحظة، انا كان في ايه؟ نغير اللون، نخليه مثلا في حدود البنيات. زي ما انتم شايفين اهو،
تضغط عليه بس عشان يجيب لك اوبشن تاني تلغي الستروك، عشان مش محتاجين ستروك احنا اهو. مش لازم يكون الرسمة بيرفكت يعني، انت كده او كده فلات ارت بيبقى كروكي، مش بيدل بس على الشخصية مش اكتر يعني، مش محتاجة انك تزود وكده يعني. زي ما انتم شايفين بكل بساطة. تمام، نعمل القناع بقى. القناع انا ما رسمتوش قبل كده، فانا هحاول ان انا اعمله. نعمل الحواجب، انت ممكن من غير ما تفتح اللون، احنا عايزين ناخد اللون هو بتاع الشعر بيعمل كده اهو. تمام، نفتح هنا، نلغي الستروك، هو ملغي. تمام، كنترول سي كنترول في ريفليكت. تمام كده، نيجي على العين. طبعا متقلقش، والنيرات تتحكم في الباصات، تتحكم في الباصات لكن مش في اللايرات، انت اللاير ده مش هتحتاجه اساسا. تمام، انا مش متاكد من الماسك فهضطر ان احنا نركز فيه شويه اهو. طالع نازل كده، حاولوا فيه تاني. كده من اول هنا كده، لو انت عايز تدمج الثلاث ماسكات مع بعض تضغط كاترل وشيفت، تضغط كده الثلاثه مع بعض. تمام، مش هتتحكم فيهم مع بعض كلهم. انا حاول انك تلعب في الستور، ما تخافش مفيش حاجه هتحصل، العب فيه زي ما انت عايز كده يعني، هبل كده تيجي معاك الحاجه يعني، يفي بالغرض شغال. تمام، تمام. هو بيبقى عامل ازاي بقه يعني، مثلا اديله اي بق كده. تمام، انت ممكن تحدد مثلا بلون اقل سنه كده زي ده فرضا يعني، حس ان في اطار حواليه بس لا بايخه، هنقفله خالص. تمام تمام كده، نيجي بقى ايه نقسم الوش. انت عندك اول وش هنا بتشاور على الصف التاني ده، عشان كده اهم حاجه انك تعمل ريفليكت يبقى بالظبط، تضغط كده اهو تخش على اللون هنا. تمام، شوف طبعا اغمق سن يعني، انت بتلاحظ بس مش ما تقلش عن الدرجه يعني، بص اهو شفتوا. تمام، تيجي على هنا نفس الكلام اهو، حاجه اغمق اهو. تمام، احنا هنا قلنا ان عايزين نلغي الستروك خالص. تمام، عندك مثلا ايه يعني، دي كمان ايه عايزين نظبطها، دي احنا نحطها من تحت احسن، تفتح اهو المثلث ده تحطه تحتيهم هنا، نظبطه هنا كده. ممكن نقسمه بقى ايه
أزمة كده بسيطة، هو البتاع مش مظبوط الصراحة. استنى كده، عايزين نظبطه في النص. ليد اهو، تمام كده اتظبطت، كده الرسمة اتظبطت كلها. تمام، نيجي عند الحتة دي ونقسمها برضو. اعمل ماسك عليه كده بسيط، قلل سنة، او ممكن تاخد من اللون اللي جنبه احسن، ده الافضل يعني. اهو ايوه كده، بصوا نفس الكلام عند البق، نقسم الحتة اللي هي اللي احنا عايزينها دي هنا كده. ايوه مثلا بقى في حتة هنا، لما تيجي تعمل وهي كده تيجي تعمل تبقى عاملة ازاي، فانت لازم تقلل الباث اللي طالع ده بتاع، يعني تحس ان هو اليد التحكم يعني، تضغط كنترول وتنزله لحد تحت كده، تمسك من هنا تظبط. صراحة انا ما فيش، انا متأكد ان في طور اسهل من كده، بس انا اتعلمت كده مع نفسي يعني. نجيب نفس اللون اهو ونقلله، احنا نغمقه شوية زي ما انتوا شايفين كده زي الفل. تمام، فاضل الودان، فاضل ال ماشي، نعمل الود اهو، كروكي كله كروكي اهو. نعمل ايه؟ نفس اللون ده اهو، كتر سي كتر الفي. طال الناحية التانية نعملها ريفليكت، وناخده نفس اللون ده ايوه كده. تمام، انت ممكن تكبرها، تكبرها. اللي اتفرج على الفيلم هيلاحظ ان ودنه عامله كده يعني نوعا ما يعني. تمام، نعمل نخش على جسمه بقى اهو، نفترض ان دي رقبته كده كده، احنا عايزينها بالظبط. انتوا ما تقلقوش في الستر، مثلا يبقى في حته هنا هيجيب لك المنطقه بتاعه النص بحيث ان انت تبقى ماشي صح. انا لغيتها بالغلط زي ما انا قلت، هو بيبقى ليه رقبة صح؟ افترض يعني. تمام، احنا نغير نخلي اخضر فاتح هيبقى كده. تمام، ممكن انزل دي كده سنة ترانسفير وفليكت. اعمل كروكي كده، خد الباص ده تحت التلاتة، وكمان بالمرة تحت ايه، تحت الوش اهو. بس احنا برضو نغير اللون، نيجي على الجنب ده نغمقه سنة سنة بسيطة، عشان ايه يعني احنا بقى ممكن نغير اللون اللي ورا ده. تختار الماسك اللي ورا، نخليه مثلا كده حلو.
تمام، نحط اللوجو بتاعه هنا. اللوجو بتاعه بيبقى على حرف الجي كده، استنى اهو ده، اهو ده ماشي، احنا نقلده، هو بيبقى حوالين مثلث دايرة. تمام ماشي، نجيب الدايرة دي يعني الستروك. تمام كده، كنترول سي كنترول في عشان تبقى نفس الشكل. حط دايرة تانية في النص، بس دي تبقى تحتيهم. ورونا ايه كلهم واحد ماشي، ورونا ستروك. شبهها نوعا ما يعني. بس كده تعتبر اتخلصت يعني. احنا بقى نختارها كلها، ممكن تجيبها من هنا كده اهو، وتضغط شيفت واضغط كل ده، وجمعات الخلفية دي اهو 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 كده. انتوا شايفين وانت بتختار، بتختار الباس بتاعها ايوه كده، بصوا فاضل ان احنا نعمل فلات على الشعر، نسيته. تمام اهو،
حلو. فضل بقى الشادو من ورا، تمام. لو الرسمة سهلة تترسم عادي على طول بالستوتر، صعبة تعملها بالفوتوشوب. تيجي عند الباز ده كده، تعمل باز جديد اهو، تبدأ من هنا كده كده اهو، تطلع من ورا هنا، تيجي هنا تاني، بس ايه يعني حاول تظبطها. خليها سودة، جيب الباس ده بتاعك كده تحت كده قبل ايه عند الحتة دي، وقلل الشفافية او تضغط كده اهو الاوباتكس دي الاوباسيتي بس كده كده، تمام. الله ينور، وتعمل خلاص. ظبط ايه انت بقى نظامك، بس لما تيجي تسيف تعمل اكسبورت، تمام. شوف المكان مثلا، خليها جرين لاند ترين، اختارها. الاوتوكاد ده احلى حاجة، ان هو ممكن تعمل بقى الصور للانيميشن بتاعت الاوتوكاد، الفوتوشوب، كل حاجة. احنا نخليها ايه بان جي اكسبورت، يطلع لك بتاع كده، خليها هاي، تمام. احنا استنى لحظة، تاني يلا اكسبورت بي ان جي جرين لاند ترين اهو، يس. بس اتعملت، وشكرا. كان معاكم محمد شوقي، وبس كده خلاص.